السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الناس كلها، برنامج بتاع كله. في الحقيقة عايز أقول قبل ما أبدأ الحلقة إن انتشر مؤخرا إن أي حد شغال بره بلده ما هو إلا عبد يؤمر ويطاع، وعلى ما يبدو النظرية دي مش صحيحة، لأن أنت عندك واحد من كل 30 بني آدم في العالم عايشين بره بلدهم. ولكن خلينا نتكلم كفنيين ونقول إن تقدم الشعوب أو تخلفها بيجي من تقدم الدولة في كافة المجالات. في 195 دولة في العالم، كل شخص موجود في بلده هو شايف ان بلده احسن بلد في العالم ومستعد ان هو يموت عشان خاطر بلده، وده ما يعرف بالوطنية. وعشان كده انا النهاردة جاي اتكلم عن مصر. في ناس كتير كانوا بيتكلموا عن مصر، كانوا بيتكلموا عن مصر القديمة او الحضارة المصرية القديمة، مصر الفرعونية. انا النهاردة هتكلم عن مصر الجديدة. قبل ما ابدأ اتكلم لازم تبقى فاهم ومتأكد ومتيقن ان مصر واحدة من اقدم دول العالم، لان ما كانتش اقدم، والتاريخ مش قادر يحدد ايه هي اقدم حضارة في العالم. وزي ما قلت من شوية، مقياس تقدم الشعوب بيتقاس على حسب تقدم البلاد في كافة المجالات. ده اللي هنعمله في الحلقة دي مع مصر. عسكريا مصر هي التاسع العالم، متفوقة على تركيا، كوريا الشمالية، جيش الاحتلال الاسرائيلي، المانيا واسبانيا وايطاليا. الجيش المصري كان في الحرب الاهلية النيجيرية سنة 1970، كان موجود في حرب تشابة في الكونغو سنة 1977، كان في حرب تحرير الكويت في حرب الخليج الثانية سنة 1991، كان في 100,000 جندي مصري مع جنود الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. المنتخب المصري هو اول منتخب عربي شارك في كاس العالم في ايطاليا سنة 1934. منتخب مصر هو اكتر منتخب حقق بطولة كاس الامم الافريقية بسبع القاب. ومش بس كده، كمان مصر هي اكتر بلد عربي خد ميداليات ب 32 ميدالية، وفي المركز الثاني تيجي المغرب ب 23 ميدالية. وانا عايز اقولك على حاجة، اكتر نادي في العالم محقق للالقاب هو النادي الاهلي المصري ب 109 لقب. مش بس كده، كمان النادي الاهلي هو تاني اكتر نادي في العالم معاه القاب دولية بعد نادي ريال مدريد الاسباني ب 20 لقب. اكتر نادي في افريقيا محقق بطولة دوري ابطال افريقيا هو النادي الاهلي المصري بتمن القاب. مش بس كده، كمان لحد 2015 ابو تريكا كان هو هداف افريقيا الاول 33 هدف. اكتر فريق محقق بطولة افريقيا للكرة الطائرة هي برضو النادي الاهلي المصري ب 13 لقب، ده للرجال. واكتر فريق محقق بطولة افريقيا للكرة الطائرة بس للسيدات النادي الاهلي ب 13 لقب. وانا في الحقيقة مش عايز الحلقة تروح مني وتبقى حلقة للنادي الاهلي، ولكن هي الارقام بتقول كده. واكتر فريق محقق بطولة افريقيا لكرة اليد، لا المرة دي الزمالك. فهو في النهاية ابن الدولة المصرية برضو. احنا بنعمل حلقة عن مكانة مصر وسط الشعوب. اما بالنسبة للسكواش فمصر مكتسح العالم. في بطولة العالم اول اربعة مصريين، علي فرج ومحمد الشربجي وكريم عبد الجواد طارق مؤمن. ومش بس كده، الثامن والتاسع على العالم كمان مصريين، وهم محمد ابو الغار ومروان الشربجي، ده للرجال. للسيدات برضو اول اربعة مصريين، نور الشربيني هي اصغر لاعبة تحقق بطولة العالم لما كان عمرها 13 سنة بس. مصر هي الاولى عالميا في انتاج العلماء وتصديرهم للخارج، اكتر من 83 الف عالم وخبير مصري موجودين بره. دكتور مجدي يعقوب واحد من اشهر 6 جراحين قلب في العالم، وبالمناسبة هو تاني جراح بينقل قلب من جسم لجسم تاني. طريقة علاج السرطان بجزيئات الذهب الدكتور مصطفى السيد. اختيار اماكن هبوط المركبات الفضائية على القمر دكتور فاروق الباز، واحد من الفرق البحثية اللي بتقوم دلوقتي بدراسة كوكب المريخ الدكتور عصام حجي. اكبر محطة قطارات في العالم واللي هي موجودة في برلين اللي عملها هاني عازر. اقدم مكتبة اتعملت في الوطن العربي هي دار الكتب والوثائق المصرية، موجودة في القاهرة من سنة 1870. اول فيلم عربي سينمائي كان برضو في مصر سنة 1896، ومن سنة 1896 لحد سنة 1908 كانت السينما العربية هي السينما المصرية فقط، لأن مفيش غيرها. وبعد سنة 1907 بدأت سوريا تنتج أول فيلم سينمائي ليها، وده هياخدنا المعلومات مهمة جدا. احنا عندنا 21 دولة عربية من غير مصر، منهم 18 دولة استخدمت اللهجة المصرية يا اما في اغانيهم يا اما في افلامهم. وده ليه؟ لان انت لو ما تسمعتش في مصر مش هتتسمع في حتة. ومن باب العلم بالشيء، التلات دول اللي فاضلين هما جيبوتي، جزر القمر والصومال، لدرجة ان انت ممكن تستغرب لو عرفت ان الممثل ده اصلا مش مصري، زي فريد الأطرش من سوريا، حميد الشاعري من ليبيا. وفي استفتاء اتعمل سنة 2013 في مهرجان دبي السينمائي، قائمة افضل 100 فيلم
عربي، واسمع الرقم، 44 فيلم منهم كانوا مصريين. ومش بس كده، ان في انجازات مش مصريه اللي عملها مصريين، زي منتخب الاردن في نهائيات كاس الامم الاسيويه سنه 2004 كان المدرب بتاعهم محمود الجوهري. ومش بس كده كمان، اللي عمل الالحان للسلام الوطني الجزائري كان محمد فوزي. وانا عايز اضيف لك حاجه كمان، زي ما مصر ضربت الارقام القياسيه في المناسبات السعيده، مصر كمان ضربت الارقام القياسيه في المناسبات الحزينه، زي ان اكبر جنازه عربيه كانت جنازه الرئيس جمال عبد الناصر، 5 مليون عربي. وعشان تقدر تفهم حجم الرقم، واعلى رقم اتسجل في موسم الحج 3,160,000. متخيل الرقمين؟ مصر تتكلم عن نفسها، مصر هي تاريخ للإنسانية كلها. ولو انت كنت مصري او ما كنتش مصري، فحاول، مجرد محاولة، انك تشترك في القناة، تخلي اصحابك كمان يشتركوا في القناة. نشوفك الاسبوع الجاي في حلقة جديدة من البرنامج بتاع كله.